ننتقل إلى رسم حروف أخرى وأخيرة في هذا المجال التدريبي. حرف السين مع الحاء، هذه واحد، السنة الأولى، السنة الثانية، بطلع بيها عشان أعمل وصلة مقنطرة. وبعدين أرسم الحاء أو جيم. ميزانها كالعادة نقطة نص. وهذه الوصلة المقنطرة ثلاث نقاط، ثم رسم حرف الجيم كالعادة. السين راء، رسمنا الراء بكده، واحد اثنين ثلاثة، قلنا أربعة، والجزء ده نقطة، ودي كالعادة نقطتين، نقطة ثم نقطة ونص. كذلك الصاد تمرين أيضا مع الوصلة المقنطرة، صاد حاء، هذه الوصلة القنطرة أيضا ثلاث نقاط. سينيا، وصلة مقوسة، كذلك سينها هذه وصلة مستقيمة.